السلام عليكم إخوتي وأحبائي، معكم أحمد خطيب من قناة تعلم اللغة التركية مع دليلك الخطيب. اليوم عندنا القسم الثاني من تعلم الأحرف الصوتية. طبعا هذا الدرس مهم جدا في تعلم القراءة الصحيحة للغة التركية والتكلم بشكل صحيح، وهو دمج الحرف بالحرف الصوتي. أن نقرأ الكلمة بشكل صحيح يعتمد ذلك على قراءة الحرف مع الحرف، ولذلك سوف نبدأ بقراءة الحرف مع الأحرف الصوتية. الأحرف، جميع الأحرف سنقرأها حينما تأتي مركبة مع الأحرف الصوتية. لذلك نبدأ من ب مع أ. طبعا لا نختار أ لأن لا يأتي حرفين صوتيين بشكل متتالي، إلا طبعا في الكلمات الغريبة أو الكلمات الشاذة مثل كلمة الساعات، لكن عدا ذلك بشكل عام في اللغة التركية يأتي الحرف ساكن وبعده حرف صوتي. ولذلك في هذا الدرس سنمر على الأحرف وجميع الأحرف مع الأحرف الصوتية ونتعلم كيفية القراءة. طبعا هذا الدرس ربما يراه البعض درسا سهلا أو ليس بحاجة إليه، ولكن هو في الحقيقة درس مهم جدا جدا لمن هو في بداية تعلمه اللغة التركية أو لمن يرى أن نطقه حتى الآن غير صحيح في اللغة التركية. أحبائي، الآن سوف أقرأ لكم وأعطيكم بضعة ثواني لتكرروا معي الحرف. با، جا، تشا، دا، فا، غا، ها، جا، كا، لا، ما، نا، با، را، سا، شا، دا، و، يا، والحرف الأخير زا. سوف نقرأ الآن الحروف مع حرف A. ب، ج، ش، د، ف، غ، ه، ج، ك، ل، م، ن، پ، ر، س، ش، ت، و، ي، ز. ثم الآن نقرأ الأحرف مع حرف أ. طبعا هذا الحرف كما قلنا سابقا لا نعطي أي حركة، لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة. نقرأ أ أ، نربطه بكلمة صفر صفر أ صفر صفر. فنقرأ الآن ب، ج، ش، د، ف، غ، ه، ج، ك، ل، م، ن، پ، ر، س، ش، ت، و، ي، ز. ثم ننتقل إلى حرف إي ونقرأه مع الأحرف بي، جي، تشي، دي، في، جي، هي، جي، كي، لي، مي،
ني بي ري سي شي تي في يي زي. ثم انتقل إلى حرف أو. اقرأهما الأحرف أسرع قليلا. بو جو شو دو فو جو هو جو كو لو مو نو پو رو سو شو تو و یو زو. ثم عندنا حرف أ، هو مثل الأو ولكن أرق بقليل، يقرأ بشكل دقيق. ب ج ش د ف غ ه ج ك ل م ن ف ر س ش ت ذ ي و ز. ننتقل إلى حرف أو، نقرأه مع الأحرف. بو جو تشو دو فو جو هو جو كو لو مو نو بو رو سو شو تو و يو زو. ثم ننتقل إلى حرف أ، ب ج ت د ف غ ه ج ك ل م ن ب ر س ش ت ذ ي. ثم عندنا ز. أحبائي هكذا نكون قد قرأنا الأحرف مع الأحرف الصوتية، وهي بداية تهجئة الكلمة بالشكل الصحيح وقراءة الكلمة بالشكل الصحيح. نتمنى منكم أن تشاهدوا هذا الفيديو عدة مرات وأن تكرروه، سواء أنت في الطريق أو أنت في العمل في أي مكان كنت، أن تكرر هذا الفيديو وتسمعه مرات متعددة حتى تحفظ الصوت الصحيح للحرف، وهذا الشيء يكون في بداية تعلمك اللغة التركية. قبل أن تحفظ أي كلمة يجب أن تعلم نطق الحرف فيها بشكل الصحيح. إخواني، لو عندكم أسئلة متعلقة باللغة التركية ومتعلقة بالأحرف الصوتية أو بالأحرف التركية، بإمكانكم ترك تعليقات على قناتنا على اليوتيوب تعلم اللغة التركية مع دليلك الخطيب،
أو بإمكانكم أيضا السؤال عبر صفحة فيسبوك الخطيب دليلك إلى تعلم اللغة التركية، أو على إنستغرام تعلم اللغة التركية. شكرا لمتابعتكم، لا تنسوا الإعجاب في الفيديو، اشتركوا في قناة اليوتيوب، اشتراككم هو دعمكم لنا حتى نستمر بعرض هذه الفيديوهات. شكرا لكم.